اوكي اكتف تايمر يلا 3 2 1 جو. خلي يعرف 30 ثانية سوى شيء. دقيقتين ونص يلا جو. مو بشيء بطولات ما يعيبني تمارين هي تاليف الله يالفون هاي البوكس هاي شو حقيبتي انت تركبتي وين انت عايش بتموت يعني خلاص فت حقيبه يلا يلا باقي دقيقتين بس خلص ثلاث خليك بيسك زين شو يسوي التيم ولا عادي تيم ولا مسافه يعني بدها تاليف وايد في سباحه last minute دور من فوق ها دور 45 يلا جو اوكي 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 استمر استمر اوكي جو نفس ما قلت لك بدي انقز تحت يلا تك على طول انقز الحين خلاص 30 سكند يلا ايوه ايوه رايح فوق ايوه لا 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 رايح فوق هاي وقفه فوق لازم تكون 20 سكند جو اسرع اسرع 15 يلا تقدر تجيب خمسه انقز 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 1 2 لاست 3 لاست 3 لاست 3
وين وين بداية شو تستبع هم قلت بديها صح